حلقتنا اليوم هي من سلسلة حلقات خفيفة، وبالرغم من ان حلقتنا النهاردة رقم 175 الا انها لها علاقة بالحلقة رقم 19 وكمان الحلقة رقم 83 اللي كانت بعنوان اختراعات بالصدفة. طب ما تيجي نشوف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد حسين وحلقة جديدة من فيها حاجة حلوة. كل عام وأنتم بخير وصحة وسلامة وسعادة، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. أول حلقة بعد عيد الأضحى المبارك، قلت بقى طالما لسه طالعين من العيد والفتة واللحمة وشكلنا تقلانين ووزننا زاد شوية، يبقى أجيب لكم النهاردة حلقة خفيفة ظريفة سهلة الهضم. حلقتنا اليوم من سلسلة حلقات خفيفة اللي ليها بلاي ليست على القناة على اليوتيوب، وعلشان كده حلقتنا النهاردة اللي رقمها 175 هي امتداد للحلقتين رقم 19 وكمان الحلقة رقم 83 واللي كانت بعنوان اختراعات بالصدفة، واللي حسب لكم روابطهم يعني روابط الحلقتين في صندوق الوصف. ونبدأ بأول اختراع. عارفين فرن الميكروويف؟ أهو اللي اخترعه شخص أمريكي اسمه بيرسي سبنسر. بس نبذة مختصرة عن بيرسي سبنسر، ولد أمريكي اتولد في هاولاند في أمريكا سنة 1894، وهو عنده 8 شهور يموت أبوه وتسيبه أمه لعمته وجوزها اللي هو كمان بيموت، وبيرسي عنده 7 سنين بس، واللي يلاقي نفسه مسؤول عن نفسه وعن عمته، فيسيب المدرسة ويطلع وهو سنه 7 سنين يشتغل من شروق الشمس لحد غروبها. بيرسي وهو عنده 16 سنة بيسمع عن مصنع ورق شغال بالكهرباء. طبعا الكهرباء في وقتها كانت حاجة غريبة وعجيبة ونادرة، ومن شغف بيرسي انه يعرف ايه يعني موضوع الكهرباء ده والاختراع الجديد والعجيب والغريب اللي الناس بتحكي عنه، يروح يشتغل في المعمل ده ويتعلم شغله هندسة الكهرباء بالرغم من انه ما كملش المدرسة الابتدائي. ولما بقى بيرسي سبنسر عنده 18 سنة انضم للسلاح البحرية الامريكية. في الوقت ده بقى غرقت السفينة الشهيرة تايتانيك، وحدث زي ده كتبت عنه الجرايد وقالت قد ايه الاجهزة اللاسلكية اللي على السفينة واللي شغال بموجات الراديو ساهمت في ارسال اشارات الاستغاثة وانقذت ناس كتيرة. ومن هنا بقى يبدأ بيرسي سبنسر يهتم بالاتصالات اللاسلكية، ويصمم بيرسي سبنسر وهو شغال في السلاح البحرية الامريكية انه لازم يبقى خبير في موجات الراديو. وعلشان يبقى خبير مفيش حاجة بالتمني، بس علشان يبقى خبير بجد يبقى لازم يتعب ويذاكر ويلحق اللي فاته. وبيقول بيرسي سبنسر: بينما كنت أقوم بالمراقبة ليلا كنت أقرأ الكثير من المراجع وأتعلم المهم. من المواد بقى اللي أراها بيرسي سبنسر وذكرها بشكل ذاتي، يعني علم نفسه بنفسه من غير بقى أساتذة ولا جامعة، كانت علوم حساب المثلثات والتفاضل والكيمياء والفيزياء والتعدين. بيرسي سبنسر وهو عنده 45 سنة كان واحد من أفضل خبراء العالم كله في مجال تصميم أجهزة الرادار، وبقى مدير لقسم أنابيب الطاقة المختصة بموجات الراديو القصيرة اللي اسمها موجات الميكرويف. طب ايه بقى حكاية اختراع فرن الميكرويف بالصدفة؟ في مرة كان بيرسي سبنسر شغال على رادار بيشتغل بموجات الميكرويف، وكان بيرسي سبنسر عامل زي قوي كده يعني بيحب الشوكولاتة جدا 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 لدرجة انه كان بيشيل قطع الشوكولاتة في جيبه. ويلاحظ بيرسي سبنسر وهو شغال قدام الرادار ان الشوكولاتة اللي في جيبه ساحت وراحت مطرح ما راحت. طبعا واحد هيقول لي يعني يا كابتن محمود بكر ايه يعني الشوكولاته تسيح في جيبه، ما الدنيا حر وده شيء طبيعي. اقول لك الراجل كان في الشتاء والدنيا تل، وده اللي خلاه يفكر ايه السبب في ان في التلج اللي احنا فيه ده تسيح الشوكولاته. بالمناسبه كذا واحد في يعني من اللي شغالين في المعمل معاه لاحظوا برضو ان لو في جيبهم شوكولاته او يعني حلويات انها بتسيح. طبعا بتسيح وهم شغالين قدام الرادار اللي شغالين عليه بتاع موجات الميكرويف، بس محدش فيهم فكر ياخد الاكشن ويشوف ايه السبب الا بيرسي سبنسر. ويقرر بيرسي سبنسر ان يكرر التجربة قدام نفس الرادار اللي شغال بموجات الميكروويف، بس بدل ما يحط في جيبه شوكولاتة يحطه في جيبه درة بتاعة الفشار، ويشتغل ويلاقوا جيبه بيطرقع وطالع منه فشار مش درة. ويفهم بيرسي سبنسر ان موجات الميكروويف قادرة انها تسخن الحاجات، وتكبر الفكرة في دماغ بيرسي سبنسر ويعمل صندوق حديد ويمشي فيه موجات الراديو القصيرة اللي اسمها مايكرويف ويسخن فيه الأكل. وفي يوم 8 أكتوبر سنة 1945 ياخد بيرسي سبنسر براءة اختراع لفرن المايكرويف، وفي سنة 1947 يتم إنتاج أول فرن مايكرويف تجاري بطول 180 سنتي يعني قرب المترين
ووزن 340 كيلو جرام، وكان سعره بين 2000 و 3000 دولار امريكي. وقبل ما انهي حكايه صدفه الشوكولاته اللي كانت سبب في اختراع الميكرويف، اقول لكم ان بيرس سبنسر حصل في حياته العمليه على 300 براءة اختراع. نيجي بقى على الاختراع التاني اللي كان بالصدفه برضو. عارفين الكبريت او اللي بنسميه اعواد الثقاب؟ تتخيلوا ان الصدفه كانت هي السبب في اختراعه؟ اللي حصل ان في عالم بريطاني اسمه جون ووكر، واللي اتولد سنه 1731، وكان عالم كيمياء ونباتات وعالم ارصاد جويه. في مره العالم جون ووكر شغال في معمله، يعني بيخلط يعني شويه مواد كيميائيه، شويه كلورات البوتاسيوم على شويه كبريتيد لانتيمون، اسمه حلو الانتيمون ده، والراجل عمال يخلطهم بعصايه خشب. وبعدين حط العصايه على جنب واخد الخليط يعمل بقى بيه شويه تجارب، وانشغل في تجاربه. وبعد فتره بص لقى العصايه اللي كان بيخلط بيها محطوطه على جنب وفيها اثار من خلط المواد الكيميائيه، والراجل بحسن نيه قال لك انضف العصايه من اللي فيها، اني احكها في الارض لان باقي المواد اللي على العصايه بقت صلبه ومش هتروح حتى لو غسل العصايه. وهو بيحك العصايه عشان ينضفها يلاقي العصايه ولعت، جري وطفاها وقعد ياخد نفسه، بس برضه قعد يفكر ايه اللي حصل وايه اللي خلى العصايه تولع. يعمل ايه بقى جون ووكر؟ قال لك استنى كده شويه لما تنشف العصايه من الميه اللي رشيتها عشان اطفي الولعه، ولما تنشف الميه ارجع احك العصايه اللي فيها بواقي المواد الكيميائيه بالارض وشوف ايه اللي هيحصل. ونفس اللي حصل قبل كده، لا الم زاد ولا الم نقص، تولع العصايه من تاني. وهنا خلاص فكر جون ووكر انه يستغل اللي حصل ويصنع اعواد صغيره، وفي نهايتها خليط من المواد الكيميائيه اللي هي كلورات البوتاسيوم وكبريتيد الانتيمون، وتبقى اول فكره لاعواد الكبريت او اللي بنسميها بالعربي اعواد الثقاب. اللي الحمد لله حمزه ابني من هوايته انه يقعد يعني يولع في الكبريت، ودايما اقول له بلاش احسن تولع فينا. وللعلم ان في البدايه ما كانتش اعواد الكبريت من الخشب، لا في بدايه صناعتها كانت من الكرتون. وعلى السريع كده اقدر اقول لكم ان صناعه الكبريت في الوقت الحالي بقت بآلات بتنتج وتعبي يعني في علب اكتر من مليون عود كبريت في الساعه. واللي بيحصل ان في البدايه الاله بتقطع شرايح رفيعه من خشب الخور، والشرايح دي هي العيدان الخشب، وبتغمس العيدان دي في محلول بيحتوي على ماده مانعه للتوهج بتمنع تكون الجمر بعد اطفاء العود عشان يعني ما يفضلش شغال. وبعد كده بتجفف العيدان يعني بتاخد العيدان دي وتحطها في آلات، الآلات دي بتحطها وتعبيها في ثقوب في حزام، وكل ما يتمل الحزام بالعيدان الآلة بتغمسها في مجموعة من المواد الكيميائية علشان يطلع لنا أعواد الكبريت اللي بنستخدمها. بتهيألي حلقة خفيفة على المعدة بعد اللحمة والفتة في العيد، وأشوفكم بقى إن شاء الله بعد أسبوعين في نفس التوقيت نحكي حكاية عن قصة نجاح تدينا الأمل في بكرة وتوصل لنا رسالة إن حياتنا فيها حاجة حلوة.